لن تصدق كم عدد أزواج الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل، منهم زيجة سرية وديانتها وجنسيتها، وكم عدد أبناءها. ولن تصدق من هي الفنانة والمطربة المشهورة ابنة الفنانة عبلة كامل. فاطمة كشري في لن أعيش في جلباب أبي، هي جليلة في حديث الصباح والمساء، هي خالتي فرنسا، هي عسلية في فيلم كلم ماما، وأخيرا هي الحجة نصرة في مسلسل سلسال الدم. إنها الفنانة القديرة الجميلة عبلة كامل، صاحبة الوجه البشوش وخفة الظل والأدوار المتألقة. ولدت عبلة كامل في 17 من شهر سبتمبر، وذلك في عام 1960، ولذلك فهي تبلغ من العمر 62 عام، وبرجها الفلكي هو برج العذراء. درست الفنانة عبلة كامل في كلية الأداب، وتخرجت من قسم المكتبات، وذلك في عام 1984. وفي عام 1985 شاركت مع المخرج الكبير يوسف شاهين، كانت بدايتها على مسرح الطليعة، وقدمت وداعا بونابرت في فيلم والتي حققت نجاحا، وجهة نظر، مع محمد صبحي المسرحية الشهيرة. أثارت الفنانة المصرية عبلة كامل بعض الجدل بسبب ديانتها، وذلك بسبب ظن البعض أنها تحمل الديانة المسيحية وأن عائلتها مسيحية أيضا. ولكن تفاجأ الجمهور عندما تأكدت الأخبار أنها ولدت في أسرة مسلمة أبا عن جد، فوالدها هو كامل محمد عفيفي، ولذلك فهي مسلمة. كذلك قررت عبلة كامل أن ترتدي الحجاب في عام 2005، ولم تخلعه منذ ذلك الوقت، وتقدم أعمالها الفنية وهي ترتديه، فهي لم تعتزل الفن. أزواج الفنانة عبلة كامل. عبلة كامل وأحمد كمال. ارتبطت الفنانة المصرية عبلة كامل بالفنان أحمد كمال من خلال عملها معه على خشبة المسرح. نشأت قصة حب بينهما، وتمت خطبتها في عام 1979، وبعد أن أنهت دراستها تم الزواج، ورزقت في عام 1986 بابنتيها التوأم فاطمة وزينب. بدأت عبلة كامل تشتهر من خلال عملها في السينما والتلفزيون والمسرح، ولكن ظل أحمد كمال يقدم أعمالا مسرحية، واختلفت الأمور بينهما وحدث الانفصال. وفي إحدى اللقاءات مع الفنان أحمد كمال صرح عن سبب انفصاله عنها: أنا وعبلة بدأنا مع بعض، بس رحلتها في الفن مشيت أسرح في الشغل، وأنا كنت بتاع مسرح أساسا، لكن نجوميتها ما كانتش هي السبب في انفصالنا، شوية اختلافات أدت إلى الانفصال، وأنا كنت السبب، هي ما عندهاش أي ذنب، أنا كنت بغير عليها حتى من الهوى، وهي شخصية محترمة جدا. عبلة كامل والفنان محمود الجندي. تزوجت الفنانة عبلة كامل من الفنان الراحل محمود الجندي، وذلك في حديث الصباح عام 2003، حيث قدمت معه دور زوجته في مسلسل، ومن هنا نشأت العلاقة بينهما. وقد روى محمود الجندي: بعد وفاة زوجتي كنت محتاج واحدة تاخد بالها مني، وأعجبت بعبلة كامل لإنسانيتها، وإنها شبه الستات المصرية، وزي من الفلاحين، وعندها الطبع بتاعنا وأخلاقنا والقيم اللي تربينا عليها، واتجوزنا بعد ما اتفقنا على إننا نراعي ربنا في بعض. ولكن بعد عامين من الزواج المستقر قرر الثنائي الانفصال، وذلك في عام 2005. وقد صرح الفنان محمود الجندي عن سبب الانفصال فقال: كنت بدور عليها في بعض الأوقات مش بلاقيها موجودة، وكمان هي ليها بطولات ونجومية أكتر مني، وده أثر فيا قوي، وخاصة لما حسيت إن هم بيختاروني معاها في الأدوار مجاملة للفنانة عبلة كامل، وده لا يصح لأني راجل بحترم موهبتي ونفسي، وده أثر على علاقتنا لحد ما اتفقنا على الانفصال بناء على رغبتها، وكان اتفاقنا اننا نخرج بالمعروف لو ما ارتحناش. وانفصل الثنائي، ولم ترزق عبلة كامل باطفال من الفنان محمود الجندي. اما الزيجة الثالثة للفنانة عبلة كامل
فتزوجت الفنانة عبلة كامل من رجل من خارج الوسط الفني في السر، وهو أحد أفراد عائلتها، وهو أحد أقارب الفنانة عبلة كامل. ولم تستمر هذه الزيجة أكثر من 3 سنوات، ولم تتزوج الفنانة عبلة كامل مرة أخرى بعد هذه الزيجة. عبلة كامل وأولادها. أما عن أولادها فهم بنتين، توأم منهم واحدة تعمل بالفن والأخرى تعتبر حياتها الشخصية مغلقة عن الإعلام، وهم يشبهان الفنانة في جمالهم الطبيعي وقبولهم في التعاملات بخفة الدم الطبيعية مثل والدتهم الفنانة عبلة كامل. الكثير لا يعلمون أن هذه الجميلة هي ابنة الفنانة عبلة كامل، ممثلة شهيرة وبطلة مسلسل ما وراء الطبيعة. استطاعت الفنانة عبلة كامل بموهبتها التي تمتلك أن تكون في مرتبة الصف الأول للنجوم الذين لا تنسى أعمالهم، وقد تسللت موهبتها لتنتقل جينيا إلى واحدة من بناتها وهي زينب. وشاركت زينب في مسلسل ما وراء الطبيعة الذي عرض على منصة نتفليكس، وحقق في فترة قصيرة متابعة كبيرة بين الجمهور. وما وراء الطبيعة هي قصة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق التي بيع منها ما يقرب من 15 مليون نسخة، وصارت واحدة من أشهر السلاسل التي كان الجمهور ينتظر تحويلها إلى عمل درامي بفارغ الصبر. المسلسل الذي قدمه المخرج عمرو سلامة وقام بأداء الشخصية الرئيسية به الفنان أحمد أمين من خلال دور رفعت إسماعيل أحدث ردة فعل كبيرة خلال الأيام الماضية. زينب ابنة عبلة كامل سعيدة بدورها الصغير في مسلسل ما وراء الطبيعة، وتقول عن دورها: مبسوطة إني كنت جزء صغير أوي من مسلسل ما وراء الطبيعة، وبما إن شغف حياتي كله هو الميتافيزيقيا وما وراء الطبيعة وأسرار الطبيعة والواقعية السحرية، أنا ساعدت في اختيار أوراق التاروت اللي طلعت في المسلسل وتابعت، ما بجراش المستقبل بس المسلسل معمول حلو قوي واستمتعنا بيه، ومبسوطة قوي ان كريم اللي طلع بيجرى التاروت عامل دور جميل، ومتحمسة قوي للجزء الثاني. المدهش في المسألة ان زينب ابنة الفنانة عبلة كامل لست موهوبة في التمثيل فحسب، بل ان دورها في المسلسل له علاقة وطيدة بشخصيتها في الحقيقة، فهي قارئة لورق التاروت وباحثة في عوالم ما وراء الطبيعة، كما وصفت نفسها تماما على صفحتها الشخصية على الفيسبوك، وتطلق على نفسها اسم زينب أم زهرة. أسرار تعرفها أول مرة عن الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل. الفنانة عبلة كامل لا تحب الكلام كثيرا عن حياتها الشخصية، ولكن لا يعلم الكثير أن عدم وضع مساحيق التجميل لها لأنها تخاف على وجهها حيث تظهر بطبيعتها، ودائما تظن أنها إذا استخدمت المكياج فستصاب بالتشوهات في وجهها. ومن ضمن أسرارها لا تستطيع أن ترى وقت غروب الشمس، حيث تصاب بحالة من الهلع والحزن إذا شاهدته، فهي لا تخرج من بيتها أثناء الغروب، وإذا كانت في الأستوديو تغلق باب غرفتها، كما إنها حاولت الذهاب لطبيب نفسي للتخلص من هذه المشكلة، ولكن للأسف لم ينجح العلاج من ذلك لأنه ليس مرض نفسي ولكنه طبيعتها منذ الصغر. أما السر الثالث فإنها تخاف من التعامل مع البشر لأول مرة، ودائما تجعل بينها وبينهم حاجزا، ومن الممكن أن تتركك وتجري وهي في حالة من الخوف. أما السر الرابع إنها لا تجيد التعامل مع الأجهزة الكهربائية، لا تقترب من البوتاجاز أو حتى جهاز التكييف الموجود بالمنزل، لذلك لا تستغني عن خادمتها الموجودة بالمنزل دائما ولو للحظة واحدة. ومن معرفة المقربين من الفنانة إنها حتى الآن تخجل من الكاميرات، وتأخذ يوم أو يومين على الأقل قبل التصوير لحين التعود من جديد على الوقوف أمام الكاميرا. بدأت الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل مسيرتها الفنية من خلال وداعا بونابرت، وذلك في مسرح الطليعة،
وكان أول أدوارها في فيلم الشهد والدموع عام 1985، كما قدمت دور السكرتيرة في مسلسل في نفس العام عام 1985، وبعد ذلك توالت أعمالها الفنية، فقدمت دور متميز مع الفنان القدير محمد صبحي في فيلم وجهة نظر، وذلك في عام 1989. ثم بعد ذلك توالت أعمالها الفنية فقدمت دور متميز مع الفنان القدير محمد صبحي في مسرحية وجهة نظر، وذلك في عام 1989. كما شاركت في المسلسل الشهير ليالي الحلمية، تألقت في العديد من الأدوار، وشاركت كبار النجوم أمثال أحمد زكي ومحمود ياسين ونور الشريف ورياض الخولي وغيرهم. قدمت أبرز أدوارها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، كذلك اشتهرت بدور خالتي فرنسا في فيلم الليمبي، كما تألقت في مسلسل سلسال الدم والذي تم عرضه على 5 أجزاء متتالية عام 2018، وشاركت في فيلم الفارس والأميرة في عام 2020 وهو أداء صوتي. في الأيام الأخيرة رفضت الفنانة عبلة كامل تكريمها عن مجمل أعمالها ومشوارها الفني، وذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما. ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة للفنانة عبلة كامل عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، وكتبت: كنت أتمنى تكريم الفنانة عبلة كامل ونجوم أبدعوا في الدراما، لترد الفنانة لقاء سويدان عضو بالمهرجان قائلة: حاولنا معاهم والله هم اعتذروا. وأكدت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات صحفية أخرى أن نقابة المهن التمثيلية وكافة المنظمين لمهرجان القاهرة للدراما حاولوا التواصل مع الفنانة عبلة كامل، وذلك من أجل تكريمها عن مشوارها الفني الكبير المميز، ولكنها اعتذرت لأسباب ترجع لها، ومن ضمن هذه الأسباب إنها لا ترغب في أن تأتي إلى المهرجان، ومن ضمن هذه الأسباب إنها تخجل من الوقوف أمام الكاميرات وترفض رفضا قاطعا أن تأتي إلى المهرجان، وهي تضع المكياج على وجهها وتأتي وهي في حالة عري، وهو ما رفضته الفنانة عبلة كامل رفضا قاطعا.